إجماع مطلق على أن العراقيل القانونية والتقنية هي أهم المعوقات التي تحول دون تمكن المنتجين المحليين من تصدير المنتوج المحلي نحو الخارج، وهو ما أكده عدد من العارضين بالصالون الدولي للصناعات الغذائية المنظم بوهران. الاكسبورتاسيون فيها بزاف عباك لادوان يا بوكو دو فورميل باش تروح لا شوم دو كوميرس يا بوكو دو فورميل مادا بيا نقصوا شويه برك بهاد لا بيروكراسيو شتو انا لانتونسيون باش نصدروا لي برودوي تاعنا تو سامبلومون دونك العراقي اللي راهي عندنا هي ان بروبليم دومبالاج باسكو يليق لا كونفورميتي. استحداث منطقة للتصنيع الغذائي بمنطقة طفراوي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في الاستثمار المحلي. هذه المنطقة فيها 80 هكتار، والوحدات هذه تاع الصناعة الغذائية ما تتطلبش 4 و 5 6 هكتارات و 10 هكتارات، تتطلب أحيانا فيهم يتطلب هكتار 8000 متر مربع. يعني والشيء هذا باش يخلينا ننوع ما نبقاوش غير في الاستثمارات الكبرى، ولكن نعطيه الفرصة لهذه المؤسسات الصغيرة حتى هي لتنتج الثروة. هذا الصالون الذي عرف مشاركة أزيد من 250 عارضا من المنتظر أن يتوج بعقد اتفاقيات بين مختلف المشاركين المحليين منهم والأجانب، فإنشاء قواعد عصرية للتصنيع الغذائي بوهران بات حتمية للحد من التبعية الغذائية في زمن الأزمة الاقتصادية.